ليه يا لؤي؟ ايه اللي يخليك تعرض له يا حبيبي؟ طب انت كويس؟ طيب خلاص، عشان شكلهم وصلوا. ماشي، سلام سلام. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، نورت بيتك. ألف حمد لله على السلامة. الحمد لله جت على قد كده. ألف حمد لله على السلامة. بيقولوا إن أنت خرجت بكفالة كبيرة قوي، بيقولوا 500,000 جنيه. مش بتقول معكش فلوس؟ جبتهم منين؟ آه ده أنا نسيت، حجزوا على كل أرصدتك في البنوك. صعبان عليا قوي يا هبة. مش عايز أسمع صوتي خالص. مش كفاية اللي ابنك عمله؟ بدل ما يروح يستقبل ابن خالته ويطبطب عليه يقول له كلمتين حلوين، جاي يهجم عليه ويحدده؟ قسما بالله الواد ده لو مد ايده عليا تاني لاكون مخلص عليه. عيب قوي كده، ولا اليومين اللي قضيناهم في السجن خلينا نتكلم على القتل عادي خالص كده. اطلعي بره. مين اللي يطلع بره؟ انت كان انت؟ ده انت من يوم ما جيتي البيت ده المصايب عماله تلف على دماغنا. انا عمايلك انت وابنك. ما تخلصي بقى، انت مش ناوي تخليها بره ولا ايه؟ ايوه ولا ايه؟ خلاص 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 يا مصطفى، اطلع انت هتفوق. يلا اطلع يا حبيبي. انت اتجننت ولا ايه؟ والله العظيم لا دفعك اللي بتعمليه ده تمنه غالي قوي. انا رايحه الشركه بكره وهدورها وهعرف كل مليم وقرش راح فين، فاهمه؟ انت ايه اللي جابك الحته دلوقتي؟ ايه اللي جابك؟ ايه ممنوع ولا ايه؟ راجع منطقتي في الوقت اللي يعجبني، انا زي اي حد في الحاره هنا. المعلم لو شافك هيسود ايامك. امشي ادي نجر من هنا اهو. اديني ماشي. ايه في ايه؟ بقول لك يا بزره، انا جبت الفلوس، لسه ناوي ولا غيرت رايك؟ يا عم ابعد عني بقى، سيبني اعيش، سيبني اعيش، الله يسترك. السلام عليكم. عيل جبان صحيح، حنا اللي غلطان. جبت لي طلبي؟ جبت. وريني. اتفضلي يا ست الكل. شديد؟ فتاك. طب اصبر. امسك. انا تحت امرك يا ست الكل. يلا روح. فاضل 5 أيام على الإسراء والمعراج.